السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم برنامج Inventory System Management من شركة وفد ستيم. شركة جديدة صار لها تقريبا مدة سنة وما زالت مستمرة في مبيعاتها وتسمع اقتراحات الزباين لأي برنامج أو لأي مشروع يتم برمجته حتى نطوره للأفضل لرغبة الزبون طبعا. المهم هذا البرنامج تقدم من شركة روب ستيم وصلت لكم. البرنامج عبارة عن هي إدارة المخازن والمبيعات مع المخازن، وضفنا فيها شغلة جديدة اللي هي الرنتبل التأجير. الرنتبل هي عبارة عن تأجير معدات، طبعا المعدات اللي بتكون مضافة في البرنامج. انزين، نقدم لكم الحين الشرح حق الريجستريشن. هذا الريجستريشن اول ما يصير عندك البرنامج لازم تضيفي لك اليها الاشخاص اللي راح يستخدمون البرنامج بحيث انه تعرف كل عملية بيع من قبل من كانت بيع او كانت تأجير تعرفون. المهم هذا هني اللي هو البرنامج، هني اليوزرات تطلع بالكامل. وش شغلة ادمن؟ معناتها المدير العام لكل شيء داخل البرنامج. سيلز بيرسون عبارة عن اللي هو البياع، فقط يبيع، يأجر ويبيع بس، ما يقدر لا يضيف أغراض ولا يحوس بأي شيء، حتى الكوتيشن ما يقدر يحوس به. زين، وعندك اللي هو inventory management. inventory management هو وظيفته بس مجرد يضيف في الأغراض، يعني ما يقدر لا يبيع ولا يسوي شيء. المهم الأدمن هو عنده جميع صلاحيات. بالنسبة إلى هني عندنا شغلة اسمها يوزر اي دي. يوزر اي دي اللي هو نفس ما تشوفونه الاسم اللي تكتبه حتى تدخل داخل البرنامج، وهني الباسورد ماله وإيميله. كان عندك حط إيميل صدقي أو إيميل وهمي مقبول، أنا أوريدي ما أتصل بالإنترنت. زين، وعندك هنيها صلاحياته، يعني وش منصبه؟ أدمن خد أدمن، سيلزمان خد سيلزمان، إنفنتوري خد إنفنتوري. وهني تكتب اسمه، تبى تكتب اسمه الصدقي أو تبى تكتب نفس الشغلة أدمن أدمن كيفك. وهني إذا تحطي رقم تلفونه، أنا هنا حطيت رقم تلفون الشركة، طبعاً هذا رقم المدير العام مال أعضاء الشركة، هذا هنا ضايفينه. هني تقدر تقول له أكتب أر نان أكتب، أكتب اللي هو تخليه صح، نان أكتب خليه بدون صح، وتقول له أبديت. إذا قلت له نان أكتب ما يقدر يدخل داخل البرنامج، عبارة كان صاير بلوك. بلوك اللي هو حاضر. زين، اكتب معناته شغال. زين، وريجستريت ديت. ريجستريت ديت هنا ما هو موجود هنا. ريجستريت ديت ليش؟ لان هذا ينحط اوتوماتيك. البرنامج يفهم ترى الساعة هالقد، التاريخ هالثانية، سجل يوزر جديد. هنا ينحط حتى بالثواني. عندنا AM صبح أو عصر. زين، PM or AM احنا مسويينها كذي حتى توضيح أكثر ودقيق حق المدير أو المستخدمين مع البرنامج. زين، هنا كاتب تضيف واحد جديد، تقول له نيو، تكتب اليوزر اي دي، تقدر تكتب الباسورد، تقدر تكتب الايميل اي دي ماله، بس لازم الخانات كامل
تضيفه، لا تنسى ولا شغله، لأن البرنامج ما راح يزيف لك أي شيء إذا في شغله قاصدها. بس هذه أكتف من أكتف على كيفك، حطيتها نضاف أكتف ما خليته صار لك من أكتف، فما يقدر يدخل داخل البرنامج. وهني تقدر تقول له تشيك إذا عندك واجد اسم واجد زين، ما تقدر ان هالاسم متوفر او مو متوفر، تقدر تقص عليه تشيك ايفل زين حتى يتاكد انك ان الاسم موجود او لا. هني الحين لما ضغط عليه يقول لي لازم تكتب الاسم، خلينا نشيك نفس ما نقول ادمن اوكي، يقول لك تشيك، يقول لك نوت ايفل زين، خلينا نكتب وين يقول لك افيلبل، يعني افيلبل يعني وش معناته؟ مسموح لك تستخدمه. نوت افيلبل، اوكي نوت افيلبل معناته وش؟ ما تقدر تستخدمه حتى لو هني تكتب اي شيء. اكو ها دوت اورج او هذا من هي اورج دوت اورج زين، وقال لي ادمن اي شيء ارقام، هنا لازم ارقام زين، قل له تك افيلبل، قل لك نكتب اكتب، قل انا وش علي من هناك امريك امري اضيف هذا، يقول لك لا يوزر اي دي اوريدي اكزيت، يعني لازم اشوف الاي دي او انت ما تبغى تسيد اخذ بيه كذا الاي دي هنا لازم، يعني يقول لك هنا الخلل مالك لازم تبدله، اكتب ادمين واحد فرضا، قول له يقول لك افيلبل حطيت رقم، في اختلاف ما بين ادمين وادمين واحد فهني مسموح لك زين. حبيت فرضا تسوي ابديت لهذا، بس تضغط عليه تسمح بيانات بينت لك، تقدر تبدل باسورد، تقدر تبدل الايميل ماله، الاسم تقدر تبدل، هني هذه الاسم الاي دي هذه، وهني هالاسم تقدر تبدل حتى وتقدر تغير حتى ما تسويش. وبعدين تقول له ابديت يطور لك يبدل لك الاشياء كامل زين. تسالني عن هذا الريجستر ديت هل تبدل اذا سويت ابديت؟ اقول لك لا، لان هذا ما ريجستريت، ريجستريت اللي هو وقت الانضمام، معناته وقت الانضمام مو وقت التطوير او التعديل او هذا، لا الانضمام زين. وهي احنا خلصنا من ريجستريت يوزر للمشروع مالنا، شكرا لكم.